وبعت للجراح او بعت المسؤول عن البيشنت يا دكتور بتاع كده عامل ايه؟ اعتقد دي بقى فيها نقاط كتير جدا هنسمعها بطريقه افضل من الدكتور سعيد. شكرا للاستاذ دكتور حسين بيه وبشكر ان انا طبعا اكون معاك النهارده وان شاء الله نحاول قدر الامكان نستفيد مع بعضينا من المحاضره. وطبعا هي كانت انا اللي بعد الاستاذ الدكتور احمد الدكتور هاني في نفس الوقت اصعب حاجه على المحاضره هي قبل بريك او بعد بريك. قبل بريك بيها نخلص عشان نروح بريك او بعد بريك بيبقى جاي خلاص ده مراحل المعده خلاص ماشي التعشي ما يكونش كتير عليك ان شاء الله. بالنسبه للبري اوبرتيف مانجمنت وبيشنت كونسيان ديزيز احنا موضوع الكونسلتيشن او العروض اللي بتجي لك الفورجيست او الانترنست بتقول لك حاله كلى فيها مشكلة جراحية بتواجه صعوبات لينا كلنا وأحيانا يعني مش عاوزين إحنا نفسنا اتنين عاوزين نرسك الحالة دي عندنا لجراح يعملها عملية وأكثر عملية بنعملها إحنا إيه في حالات مثلية فيستو أو لو في سنتر في ترانسبلانتيشن أوكي قصة ثانية لكن هي المستقامة طبعا تجيب فيستو كأوبريشن في عيانين من سيجن ديزيز بالذات. في الحالتين بيواجهك مشكلة لما تيجي تبعت حالتك عشان تعمل فيستولا او كويز ستيبتين او ديفر تواجه بال لا ده كرياتين عالي ده غيرنا فيلير مش هقدر اعمل العمليه الجراح يقول لك كده او الدكتور فردي يقول لك او على الاقل يحصل هروب شويه. والعكس صحيح لما بيجي يعمل لك كونسلتيشن هو يعمل لك كونسلتيشن جراح او دكتور نساء او هيعمل عمليه جراحيه برضه بيحاول يوقعك في شرك يقول لك ايه شوفهولي ما معناه فيت اوبريشن ولا لا. انت كنفروجيست او انترنست مش مفروض او سوري مش مفروض ان انت ترد تقول له كفيت ولا لا عشان ما يوقعكش في بيت ويجا او بروبا. بس في نفس الوقت واجب عليك تجاه البيشنت مش معنى كده ان احنا هنخلع من العيان سوري طالما في خبص الدكتور اللي قدامنا لا احنا في الاخر هدفنا كلنا ان احنا نساعد عليه بس من غير ما يوقعنا في شرك الزميل او كده. خلينا نفترض حسن نوايا هو عارض حاله عليك وبيقول لك دي هتعمل تخدير عشان عمليه كذا. انت بتقول ان انا لا محتاج ان انا اخلي بالك ترد عليه في الملف. العيال ده عنده كذا 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 بليز تكير ان انت تعمل 1 2 3 4 5 اللمبات الحمراء اللي هي ايه مضيئه ديت في عيالنا. بي كيرفول منها. اما ان العيان فت العمليه من غيره برجاء هذا اللي حدده الدكتور التخصصي. لان انت مش بتاع قلب مش بتاع نيورو لان في اجزاء حاجات اخرى ما انتش مسؤول عنها فما توقعش نفسك في الشر ده. قول له في اخر جمله خلي بالك من الحاجات دي 1 2 3 4 5 في عيالنا اللي هنقولها دلوقتي ان شاء الله وفي الاخر مش انا اللي مسؤول عن اني اقول لك العيال فت او لا ده اللي يقوله الدكتور التخصصي وشكرا. ولو هو باعت لك بتاع تقرير نفسه واقول له انت اللي تقول هو فت ولا لا مش انا اللي اقول. اوكي ده الكونسيبت العام. نبتدي الموضوع نقطه اهميه فعلا الفتنس دي اللي يقولها الدكتور الاساسي اللي فت فور سيرجري مش هيعتبرها الاساسي لكن في بريكوشنز انا اقص بيها ايوه تمام. الاجنده بتاعتنا النهارده انا هقول لك حسين بيه كده بالنسبه للجزئيه دي هي دي موضوع المحاضره نمره 1 ان انا هعرف ايه انسيدنس اوف بوست اوبرتيف اي كي اي لو انا بتكلم على عين سي كي دي اوكي هيبقى اكيوت ما يسمى يعني بدلا من اكيوت الدور في كرونيك او كرونيك. نمره 2 هندي انتروداكشن ليه احنا نخلي بالنا في عيان هيخضع لجراحه هو عنده كرونيك ديزيز ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا والبري اوبرتيف اسسمنت انا كفيزيشن ايه بالظبط النقاط اللي انا اركز عليها والانستيزيا دي انا خايف منها ليه او خايف من الجراحه ليه في عيان يعني ايه الفكره او الكمنتال افكت اللي ممكن ياثر على عيان من ادويه الانستيزيا ومن انواع الانستيزيا وفي نفس الوقت الجراحه خطر على عيان ليه. المشاكل اللي ممكن تقابلنا في عيالنا احنا اللمبات الحمراء زي ما قلنا او الالارمنت بوينتس الهايبركاليميا الانيميا ان انا عاوز بريزرفيشن اوف انفيسترا البليدنج تندنسي الهايبر تنشن والاسيد بيز امبالانس. واخر حاجه عندي هنت والانالجيزيا طبعا مهم جدا ان انا ايه الانالجيزيا اللي انا اديها واخلي بالي منها.
واخر حاجه هات انت بسيط في سلايد او اثنين عن نوعان جاي لك، يعني وارد ما يواجهناش كتير في البريفر هوسبيتالز لكن وارد تقابل. فلو قابلت عيان زي اكيد اوريدي وهيخضع لنان رينال ترانسبلانت اوبريشن، يعني هيعمل كل ستيكتومي هيخضع لعمليه ثانيه، فتقول للجراحه او الانسيست بليز خلي بالك من كذا كذا كذا، العيان ده زي اكيد. اوكي الديفينيشن اوف بوست اوبريتيف اكيوت رينال فيلير، مشكلتنا في الفورشي ان الدراسات معظمها اتعملت في ايرا قبل ما يحصل كونسنسس على او اتفاق او اجماع على تعريف الاي كي اي او تعريف الاكيوت رينال فيلير. وحتى ناو دايز ستيل احنا عمالين ننقل من الرايفل، لو تعرفوا الرايفل طبعا اكيد، وبعدين اللي هي الرايفل كلاسيفيكيشن بتاعت الستيشنز الاي كي اي، ثم قلبوا للاي كي اي ان بعد كده وهكذا. طبعا الامور مش مستقره لسه، لكن في نفس الوقت في كونسنسس الى حد كبير دلوقتي. لو عيان زاد 0.3 كرياتين مللي جرام بر ديسيلتر يبقى ده اكيوت رينال فيلير او اكيوت كيدني انجن. مش هيكون ده غلط نعمل يا دكتور بتاع، لا 0.3 يعني شوف الحجم قد ايه. احنا كنا قبل كده بنعرف نقول 25% من البيز لاين او دبلنج اوف سيرت كرياتين. اوكي البيز لاين هنت صغير طبعا انتوا عارفين السي كي دي الانسنس بتاعها عالي، و الحته دي كانت سنه 2002 التقسيمه ديت. ف 2012 الكي ديبو عدلت في التقسيمه ديت ودخلت البرتوماريا في التقسيم. اوكي وقسموها لمايلد ومود، سوري مايلد نورمال، نورمال الجمنوريك ومايلد الجمنوريا وسيفير الجمنوريا، بقت في الكاتيجوريز في التقسيم. اوكي بس اتليست يبقى احنا عندنا فكره عن ان السي بي دي هم 5 ستيجز، ولابد ان احنا عارفين الستيج كل ستيج ايه وما هي الصعب زي ما انتم شايفين. اخر ستيج اللي هي معظمنا بيقابلها في البراكتس اللي هي السي كي دي 5 اللي هي الانستيشنال ديزيز، سواء العيان على داليسيس او نوت يت على داليسيس او انه عمل ترانسبلانتيشن. وبي كيرفول ان عيان الكدني ترانسبلانتيشن حتى لو هو نورمال كدني فانكشن كريتينو 0.5 مثلا، هو زارع كده هو السي كي دي بيشن، بيتقسم السي كي دي بيشن لان مفيش حاجه طبعا زي ربنا خلقها. ايه الرايف كلاسيفيكيشن انتوا عارفينها اكيد، مش هندخل في المواضيع ديت. احنا ليه مهتمين بالموضوع ده، موضوع الجراحه والانستيزيا في عيالنا؟ احنا اولا السيرجيكال بروسيدور بنحتاجها كتير في عيالنا، وقلنا اشهر حاله اللي هنستخدمها فيها اللي هو الايه؟ اكسس، او سواء هتحط ليرمي كاس او سواء هتعمل ايه فيستولا او سواء هتحط جرافت، هي دي اكتر عمليه بتواجهها في عيالنا اللي هم على الدايس. ولا زيه زي اي بيشنت اخر يلجا لان تعمل لوكال سيستمتومي في يوم من الايام او سيستمتومي، بس الكومن سكوب اللي هو مشكله الانفستوم. النكست موست كومن اوبريشن اللي بتتعمل في عيالنا العيالين دول زي ما قال الدكتور استاذنا الدكتور هاني بصراحه، ان بيحصل لهم فاسبر كلاسيفيكيشن وبيحصل لهم بريفرا فاسبر ديزيز وكذلك كورونر ارت ديزيز، فبيلجأوا الاوبريشن لعلاج هذه الامور. وكذلك الكدني ترانسبلانتيشن طبعا فور شور دي ميجر اوبريشن بتحصل في عيالنا لو في فاسيلتيز ان انت تعمل كدني ترانسبلانتيشن. لابد ان احنا نعرف ان الامريكان هارت اسوشيشن سنه 2007 حط السي كي دي بيشن من احد الميجر ريسك فاكتور للكارديو فاسكولار ديزيز. فهي مش مقطوع بس شويه كرياتين عاليين او يوريا عاليين، لا ده في انسلت جامد علينا في الحاله ديت ان وارد يحصل كارديو فاسكولار ديزيز، بتزيد المورتاليتي والموربيديتي كارديو فاسكولار وايز في عيالنا، وده اللي بيخوفنا ان احنا نعمل له عمليه او نعمل له اساسي. نيجي البايت القصير الايه في الهروب الكبير، ان احنا دايما عاوزين نزود من الحاله واخد بالك؟ لا كل دول مسؤولين عن الحاله في القصه دي. الفاميلي فيزيشن اف افيلبل يعني نيفرولوجيست اللي هو احنا المفروض كلنا، دكتور التخدير، دكتور القلب، الجراح، واخيرا اخيرا وليس باخر يعني بصراحه من اهم الحاجات برضه النيرس اللي احنا دايما بنعمل دورها، من اهم الادوار دور النيرس في هذه القصه. بعيدا عن الضحك وان احنا بنقول ان بتوع التخدير بيهربوا من الحاله او كلام من ده، لا الامور تشالنج فعلا يعني كاش. يعني عيان عنده كرياتين عالي او وصل لمراحل الاستشفاء وبيغسل، مش هتبقى خطوره الجراحه فيه زيه زي واحد هيلثي او مان ورم، لا الخطوره بتزيد ده ممكن يحصل. طب ليه بتزيد الخطوره؟ اول حاجه لان لا اولا لازم نعمل بري اوبرت اسسمنت عشان نتفادى هذه الخطوره، نمره اثنين ان انت حاصل لك في عياده ديستربنس الفلويد زي ما قال الاستاذ الدكتور هاني.
يعني يكون عندهم بريتنج تندنسي ومش عارفين ليه مش نق مش نتيجه مينلي نتيجه حاجات كتير بس مينلي نتيجه ثرومبوسايتوبينيا او بليتلت ديسفانكشن براذر ذان ان النمبر بيقل يعني ثرومبوسايتوبينيا مش ثرومبوسايتوبينيا اوكي وهم بيستخدموا هيبارين في الغسيل واو فده حاجات كتير بتزود ايه التندنسي تو بليد الدايس ايشو نفسه اعمله قبل العمليه بقد ايه طب لازم نعمله قبلها بيوم طب اعمله هيبري فيه ولا لا طب نعمله في نفس اليوم ولا طب بعد العمليه اعمله على طول ولا لا طب ما في جرح وهكذا لو قلنا في المجمل يعني ايه بيشنت تو سكين ديزيز هي قصه صعبه ان انا اقولها بس يعني في الاخر يا اما هو عيان سيكي دي ولسه ما بداش دياليسيس او عيان اي ار اف ولسه برضه ما حصلش ما حصلوش غسيل او ستيبل بيشنت تو رينال فيلير شغال على هيمو دايلس او بروتونيال دايلس واخر عيان اللي هو الزرع ايه؟ الكلي احنا قلنا عيان الكلي ترانسبلانتيشن يعتبر سيكي دي بيشنت اوكي؟ زي اي اسيسمنت عموما وبالذات بري اوبراتيفلي بركز على البلاد بريشر والبلاد شوجر حتى ما يجي لك عيان في الاستقبال وزميلك الجينيور بيكلمك يقول لك انا عندي عيان ولقيت الكارتين بتاعه كذا وكذا اول سؤالين بيسالهم هو دايبيتك هايبرتنسيف يعني دول اللي انت عاوز تستثنيهم او تثبتهم فاول اهم حاجتين لينا البلاد بريشر والشوجر ايه؟ ليفل البلاد شوجر ليفل نمره اثنين هل العيان ده انيميك ولا لا؟ طبيعي بيز لاين انت بتعمله سي بي سي الريديو كونتراست اكسبوجر هل هو تعرض لصبغات ادويه كونتراست ماتيريال ولا لا؟ خضع لمرحلات قبل كده وحصل مشاكل اثناء المرحلات دي ولا لا؟ وايه المشاكل دي دوكيومنتد ولا لا؟ البليدنج ديندنسي هل في اوفيسيال بليدنج او وات ايفر؟ هل عنده اليرجي من ادويه معينه؟ بيستخدم بوتنشال نيفروتوكسيك دراج ما شاء الله عندنا معظم الشعب كده بيستخدم ادويه فضل على المليان هما بره يسموا الحاجات محدودة جدا الباراسيتامول مش عارف ايه والنان ستيرويد اوفر ذا كاونتر ميديكيشن يعني او او تي سي او تي سي عدد محدود من الدراجز لكن احنا بالتالي كل الحاجات عندنا او تي سي مفيش هناك لازم كله بريسكريبشن اوكي وبالتالي كل الدواء مش او تي سي ان ذا ستريت اوبن اريا نيوتريشنال فوليوم ستاتس مهم جدا سيجنيفيكانت هيستوري اوف كارديو ديزيز او بريفر هارت ديزيز وبريزنس اوف كوموربيد كونديشن اللي عنده دايابيتيك اللي عنده كارديوفاسكولار ديزيز عنده مشكله كبرى ثانيه بجوار مشاكل الكلى ولا لا الليفل اللي هتعمله في حاله زي ديت اول حاجه السي بي سي عشان نشوف الوضع ايه بالظبط في انيميا ولا لا لان كومن في عيانينا في ثرومبوسايتوبينيا في ليكوسايتوزس او ليكوبينيا والليكوسايتوزس تهمنا اللي عندي ممكن يكون داخل بسبب انفكشن او داخل بسيمي او ايفر فلابد تستجيب هذا الامر الايرن ستادس ولا ننسى لو العيان عنده سيفير ايرن لو مش الايرن سيلف يعني ايرن بروفايل بيهمنا فيه الفيريتين والتراس فري ساتوريشن والفيريتين عينه ان هو ممكن يطلع لك فورس عالي في حالات ايه؟ يعني دي انفلاميشن تمام لانه يعتبر ايه؟ اكيوت اكس اكيوت فيز جاب لكن التراس فري ساتوريشن الى حد كبير بيعكس الحاله بتاعت الحديد ايه؟ ولو لقيت الامور دي منخفضه يبقى ادور على هل في ابر شي اي بليدنج مع العيان ده او لو في ميل ادور اذا كان في جاينيكولوجيكال اكزامينشن في بلاد بوس ولا لا. الكيمستري اللي هعملها كبيس لاين حتى من غير ما اقول المحاضره انتم عارفينها البي او ان سيرب كرياتينين بوتاسيوم وزي ما قال الاستاذ دكتور هاني المغنيسيوم ما ننساش والفوسفورس تستخدم زي الكوفرينا فانكشن وتعرفي البيس لاين الكترولايت ساعتها لناحيه طبيه وناحيه ميديكولي يا باشا العيان جاي بمصيبه هايبر كاليميا او سيفير هايبر ناتريميا او وات ايفر وتخضعي له عمليه وتقول له اوكي وقعد وفي نفس الوقت هو من اول كان عنده هايبر كاليميا بيجيب العيان يموت في العمليه ويعملوا بوتاسيوم اثناء العمليه ولو بوتاسيوم عالي ويتهموه فيه كنتم فلابد اتليست عشان تعال في نفس الوقت عشان تبقى ميديكال ليجالي انت بروتكتد. اليورين اناليسيز احيانا العيان بيبقى عندهم يو تي اي او اكتف جلومرال ديزيز و very important ان انا لازم اعمل بيس لاين 12 بليد بي سي جي. اوكي؟ سهله الامور دي انتوا حتى بتعملوها عادي ممكن نقطه او اثنين تقع منكم الكلام ده بس ايه؟ وشود ريمبر كده. انت كنفروجيست لابد تكون مدجج بهذه المعادلات في جيبك سواء على السمارت فون بتاعك او حتى لو انت في المكتب الى حد كبير معظمها ممكن تحفظ او لو حتى في نوت صغيره معاك. اوكي؟
ان انت ازاي تكسب كراتين كلاس. انا مش مدخل كلمه دي ارتي فورمولا ولا الكلام من ده الصعوبه. ايفن حتى الكوكروف اللي هي سيمبلي ان انت تقدر تستخدمها بسهوله. اوكي؟ السيرم اوزمولاريتي ازاي تحسب الاوزمولاريتي؟ الكوريكتد صوديوم للجلوكوز، يعني لو انت عندك عيان سيفيرلي هايبر جلاسيميا سي السكر بتاعه 600. 600 دول فيهم كم 100 زايدين عن على ال 100 الاولانيه؟ كم 100 ايه؟ 5. يعني سي اول 100 يبقى في خمس 100 تانيين زايدين على 500 على ال 100 الاولانيه. الخمسه دول اضربها في 1.6، يعني لو صوديوم طلع لك 140 اضرب في 1.6 هيبقى ايه؟ هو حوالي 7 مثلا، يبقى الصوديوم بتاع العيال ده 147 مش 140. لو العيال سيفير الهايبر جلاسيميك صلح الصوديوم بالمعدل ده او الطريقه اللي انا قلت لك عليها، المعدل دي نفس المعنى اللي انا بقوله ده. لكل 100 سوري في اللفظ يعني فوق ال 100 الاصليه الاولانيه قصدي زودي 1.6 ده الترو صوديوم. لو العيال هايبر جلاسيميك ومديك قراءه صوديوم ايا كانت قراءه ايه؟ طيب؟ زود على كل واحد مقابل كل 100 فوق ال 100 الاولانيه زود 1.6. اوكي؟ يبقى ده ترو صوديوم قراءه صحيحه. ماشي كلام؟ برضه ازاي تحسب الووتر ديفست لو العيال هايبر ناتريمك؟ طيب ايه البعبع من الانستيزيا؟ هي الشريحه دي بس اللي على الانستيزيا. ايه الخوف من الانستيزيا في عيالنا؟ شورت سبيك. الجنرال انستيزيا ممكن تنزل لي 50% من البيشن تنزل لي الرينال بلاد ايه؟ فلو. وده هيقلل الاكسكريشن اوف توكسيك ميديكيشن. ان اديشن ان الفانكشن بتاع الكولينستريز وده انزايم بيكسر لي ادويه كتير وبيكسر لي مشاكل كتيره هيحصل له بروجيشن عشان الميديا اللي عندنا والفراس في الكلى وبالتالي هيحصل برونجد ريسبيراتوري ماسل باراليسيس بالذات لو انا استخدمت نيورو ماسكر ايه بلوكنج ايجن او العيان بياخد حاجات تساعد النيورو ماسكر بلوكنج ايجن في ان هي يطول وقتها يقول لك ايه ده هو راح اوبت اللي بيسموها ايه الريكفري اسمها ايه؟ الافاقه راح اوبت الافاقه وطول قوي لسه ما فاقش ولسه ما رجعش زي ما بيقولوا. فممكن يكون العيان بياخد زنتاج قبل كده او سيمتيدين اللي هو الشيتو بلوكرز بياخد ليفيديبين كالسيوم شان بلوكر او شنطة مايسل لثابت او اخر. الحاجات دي بتزود الوقت بتاع ان يحصل ايه؟ ما يحصلش ريكفري. اوكي؟ لو تتسرق في القرن ايام من 50 سنه فاتوا ايام الفارماكولوجي ماشي؟ طبعا اللي كنت من سنتين في ميز ماشي. سكسس فلورين المسكس فلورين والانفلورين لو تفتكروا دول نيفروتوكسين. اوكي يا جماعه؟ كانوا بيعملوا نيفروجينيك ايه؟ فين الشباب اللي قاري عشان نحكم عليهم؟ نيفروجينيك دي ار او دايجيتس انسيمس. اوكي؟ اللي هم ايه؟ المسكس فلورين والانفلورين بيسموهم فلورينيتد انسيتكس. اوكي؟ يزودوا الاسنس اوف نيفروجينيك دي ار. ده لو عايز تلم في السي تي دي يعني بنتكلم او ان ستيشن ديز اسيد. الساكسونال كولين ده بلوى سوري بلوى في ايه؟ انه بيزود لي البوتاسيوم. اوكي ده الديبولورايزنج بلوكر من الحاجات اللي هتزود لي الهايبر كاليميا واحنا عيالنا عنده تندنس تو بي هايبر كاليميا. فبرضه انبه على الاسيست بي كيرفول اوف ساكسونال كولين. مش ضروري احفظ الانفلورين والمسكسفلورين والطرف الثالث والحاجات الصعبه ديت وانت تقول له بليز يا حاج اللي هو الحاج ده اللي هو الاسيست او جراح زميلك بليز ما يقول ليك يا ريت ما تستخدمش الساكسونال كولين دي اهم نقطه. عشان ده بيعلي لي الايه؟ ده مصر الاسد يعني بيعلي لي الايه؟ البوتاسيوم. طيب الجراحه نفسها ايه التاثير السيء اللي وارد متوقع ليجي على العيان بتاعي؟ اول حاجه زي ما قلنا البابا بتاعنا ايه؟ الهايبر كاليبري وده اي بي سي ان انت هتعمل تشو بريك داون الدواء كجراحه. اوكي؟ فالتشو بريك داون ده هيطلع لك بوتاسيوم اكتر خصوصا لو العيان احنا محبشينه ومظبطينه نيجي له هايبر كاليميا ما شاء الله كلنا من ايه كاتروجينيك ومديه اس انهبيتورز ومديه بيتا بلوكرز والهيبارين اللي بياخده او داخل فرانكومايوليسيس فده كله بيعلي ايه؟ البوتاسيوم. في نفس الوقت الجراحين يموتوا في حاجه اسمها رينجر لاكتين. يعني تقول له حب اي فيوتيك يقول لك رينجر لاكتين. حبيبي هو بيديه على الفاضي وعلى المليان انديسيشنال ديزيز يقول لك انت هتبطل ويصدعها ويقرفنا ويجيب لها ارقام ورينجر لاكتين. يا عم هو الرينجر اللي ده الحلو لا كله له بليز ده مش على يمين ما هوش حلو لانه محتوي على ايه؟ على بوتاسيوم فما يهمش بلاش ايه الرينجر اللي بتدفع يمين عشان جواه بوتاسيوم.
السند سبيس فري والدوس والدايريا والفومتنج والميزوجاستيك سكشن والفوليوم كونتراكشن احيانا كل ده يعمل لك هايبوكاليميا. يعني مش دايما عيالنا هيحصل لهم هايبوكاليميا، احيانا يحصل له هايبوكاليميا بسبب الدايريا اللي انا قلت عليها دي، خصوصا ان احنا ما شاء الله في الشر بنلتزم قوي. تقول للمرضى تصومي العيان 12 بالليل الصبح، تقول له من 6 المغرب، وعيانين عشان يبين الالتزام يصوم قبلها من هو من 4 العصر، فتلاقي سالم 18 ساعه في العمليه. اوكي؟ ف ايفن كل ده ممكن يؤدي الى هايبوكاليميا. وهايبو برفيوجن لو العيان سي كرياتون 3 4 يعني سي كي 2 او 3 ممكن يدخل في ستيج بعديها او اعلى منها بسبب ان هو ايه حصل له اتيت اوكراد. الهايبوكالسيميا والهايبرفوسفاتيميا مي بي كوزد باي هايبرابدومايوز، العيانين دول بسبب الجراحه. الهايبرتينيا من كتر الهايبرتينيك فلويدز. هكذا كان اباؤنا يفعلون. تلاقي ايه هم جلوكوز 500 كل 12 او كل كل كام؟ كل 6 وصلايب كل 12. ما تقوش مع الجراح، انسى هو كده الاي فلويدز. يا عم ده انا اقول لك ابوس ايدك بلاش. ده العيال ده ممكن هنخش في ووتر توكسيستي وهيخش في هايبرتينيا. هو ده الاي فلويدز. قول له معلش بعد اذنك بلاش الستامب اللي تحطها لي فعيالنا مش كده. لان الدي 5 ده عباره عن ايه؟ ميه وفيها تلطف الجلوكوز قد كده. يعني انت بتديها لك جاست كافينك فور ذا في ووتر. فتدخل في ووتر توكسيستي هايبر تريك. طب انت ليه ما بتديش دايركت ديستنت ووتر في عيال هايبر تريك؟ ما ينفعش تعمل ديستنت ووتر في عيال. لانه سيفير لهايبوتونيك او ماركت هايبوتونيك فيعمل لك الورز. فلازم شويه الجلوكوز دول او حتى الكوارتر نورمال الكوارتر سبايك نورمال سبايك. هي الفكره ان انت ما تخلوش سيفير لهايبوتونيك عشان ما يعملكش الورز. لكن هو في الاخر ايه؟ ميه. لو اديت لك الجلوكوز 5% من نصه لثلاث ارباعه وهيطلع بره بره الايه؟ الاصفر تجاوز. لكن لو اديته صلايم جاست نصه بس اللي ايه؟ اللي هيخليه جوه والنص الثاني بره، يبقى الصلايم افضل. اوكي؟ السيرش كان ريسك في عيالنا مش معتمد بس على مستوى الرينال فيلير اللي هو فيه واو، لا معتمد على قصه اخرى، نوعيه الجراحه اللي انت هتعملها له او اللي هيتعمل له الجراحه ده. هل ده ايمرجنسي ولا الكتيف سيرجري؟ فور شور بالكومنت سنس حتى من الشرط تكون قاري ولا حاجه، هتقول طبعا في الايمرجنسي هيبقى الخطوره كموربيتي المختلفه ايه؟ اعلى. وده اللي موجود سهل. الايمرجنسي سيرجري هيبقى سويت 5 تايمز جريتر ريسك اوف ذس. والبيشنت اللي عنده انديسيجنال ديزيز وهيخضع لكاردياك سيرجري لقى ان المورتاليتي ريت تتراوح ما بين 10 و20%. عشان ما نجدش ذات في مورتاليتي عاليه لو هو يخضع لكابج هيعمل كابج او ايفر المورتاليتي ريت بتتراوح من 10 ل 20%. لو معاه رقم دايبيتس وسنه فوق ال 60 وهو الامور بتزيد ايه؟ اكتر. احنا قلنا لو في كوموربيديتي كاردياك اريزما والسبسس هما السببين الرئيسيين لعيالنا لا قدر الله بيحصل له مورتاليتي لو دخل على جراحه. يبقى اشهر سببين مين؟ الاريزميا والسبسس. دول هما الموست كومن اللي لا قدر الله بيموتوا لي عيالي لو دخل على جراحه وانا ما خدتش احتياطاتي. مش هنعدي السلايد ديت. لو انت طب عيان بيرسم وهي البيشنت الدكتور التخدير ايه البريكوشنز اللي ياخده معايا؟ او انا هوصيك ايه؟ هقول له هو هيوصيك يقول لك ايه؟ العيان ده انت على الدايسس شوف هتعمل ايه معاه كنفرولوجيست. انا هغسل العيان قبلها بيوم. اوكي؟ حتى لو مش ده السكيدول بتاع العيان، العيان مثلا السبت وعمليته الاثنين. هغسله الحد. اوكي كمان بلس السبت. الفيزيكال يعني. ماشي؟ وايه بوسيبل اغسله هيبرين في ايه؟ هي الموضوع كله من 2 ل 8 ساعات الهيبرين هيروح ايه؟ قصر. بس احيانا بيبقى برونج هاف لايف بتاعته في بعض الحالات. اوكي ممكن الحظاظه تضرب معاك وتيجي هي في الحاله دي ويحصل بليك ديدنس العيان. فايه بوسيبل لو تقدر تعمله هيبرين في ايه؟ يبقى خير وبركه. يبقى اعمل له سيشن جاست 24 اور براير للاوبريشن ويستحسن امكن هيبر ايه؟ فري دايز. اوكي؟ الكمان المهم جدا ان العيان توصله للبرايفت ويند بتاعه. يعني لو انت كنت مصمم كده في بعض الجلسات وما توصلوش للبرايفت ويند بتاعه صح لا ادام هيدخل اوبريشن يفضل ان يوصل للبرايفت ويند بتاعه. يعني بمعنى اخر ما تدخلوش اوفر لودن وهو داخل ايه؟ العمليه. لان الريسك مرتفع والبريفت هتزيد ايه؟ اكتر.
دي جزئيه علينا احنا بقى، مش هنقول له لو سمحت وصله للدرايفر ايه؟ احنا اللي بنوصل الدرايفر ايه؟ يعني دي جهه ريكومند فاير، هي لينا احنا الكلام ده. هايبر كلينا از ذا موست فريكونت كوميونيكيشن زي ما قلنا، فولد باي انفكشن وهيموداينامك انستابيليتي وبليدنج وايه؟ والريسك. طب ايه الحاجات اللي بتزود الموربيديتي كمان؟ عيان معظمهم ايه؟ انيميك، بيريكاردايتس وارد، النيوروباثي، الكلود فاسفور اكسس، قلب ايه؟ انفكشن. طيب نيجي اول لمبه حمراء عند مين اللي احنا نقول له بقى خلي بالك يا فلان، او انا هخلي بالي واقول له على ايه بعد الانستراكشن. اول حاجه البوتاسيوم ليفل. مفيش لحد الان اتفقوا على بوتاسيوم ليفل معين ان لابد فوقه اوعى تعمل عمليه، وان انت تكون ماسك السكينه كده وتقول ايه ده؟ انت عملت فوق 5.5 ده انا هنتحر الجراح. لا لا مفيش كده. بس في دراسات قديمه ومحدوده مش راندومايزد ستادي قالت ان يا ريت لو عندك الكتف سيرجري يعني اللي هي العمليه اللي راح اللي بتعملها براحتك خلي البوتاسيوم تحت الايه؟ ال 5.5 هنا اوكي؟ يفضل. لكن افرض لا قدر الله في امرجنسي وكسيانه 5.7 هتدي انت هبقى كلمك وتدخل العيان بتاعك نزل ل 5.6 هتسيبه يموت من عدم عملك العمليه عشان بوتاسيوم 5.6 مش هو ينزل؟ لا، جاست هتكيب اي اون بوتاسيوم اثناء الاوبريشن وتدي بقى انت هبقى كلمك ميجرز وتعمل ايه؟ عمليتك. يعني اقصد لو الكتف سيرجن يفضل هي إيه دي مش جايد لاين ولا بس يفضل ان ايه؟ يكون البوتاسيوم تحت ال 5.5 خلاص مش هندخل في البوتاسيوم بقى وعلاجات الدكتور هاني قالها. الاسيد بيس ديس اوردر تهمنا في القصه ديت؟ احنا عيان بقى عنده ايه؟ زي ما قالت براي بيس ميتابوليك اسيدوز اللي هو الهاي نايم كاب ميتابوليك اسيدوز. تهمنا القصه بتاع الاسيدوز ده في العيان بتاعنا؟ هي احد اللمبات اللي تهمنا او احد الارم ايش اللي تهمنا. لكن ما لقوهاش لها تاثير دايركت على المورتاليتي والموربيديتي. يقال ان لما يكون العيان سيفير لاسيدوتيك هيديلي الريكفري بتاعه او ياثر لك على اللوكال انستيزيا لو انت هتدي لوكال انستيزيا. اوكي؟ عشان كده لو تفتكروا زمان يقول لك ايه؟ لو هتدي لوكال انستيزيا في كابسس ما ينفعش. عشان ده ايه ما بيشتغلش في اسيدك ميديا. اوكي؟ لو تتذكروا. لكن في جنرال انستيزيا دون بي اتنشن تو ماتش للايه؟ للاسيد بيز سوري. طب البليدنج زي ما قلنا المشكله بتاعتنا البليدنج كثيره الاسباب بس اهم سبب فيها بليدنج ايه؟ الاستشفاء. ماشي الكلام؟ وكمان لو هو عامة بالاضافه بياخد انتي بليدنج ايجنت زي الاسبرين والدايبريدامول دي موقفه قبل العمليه بقد ايه؟ اتليست من 3 ايام لاسبوع ايفن حتى في ناس بتقول 1 ايه؟ اوكي؟ العيان عندنا بالعرف بتاعنا يا اما بياخد من نفسه اسبرين عشان الكارد جاسبر بروبلمز يا اما الدكتور كاتبه له بتاع كابولوجي ففي كيرف اسبرين او دايبريدامول وقف قبلها ب 72 ساعه او اتليست حتى ولا ايه؟ اوكي؟ وخلي بالك ان ده مهم جدا حتى لو هتعمل لعيان رينال بايوبسي مش طبعا مش عارف انت سيجن ديز سي اي كي اي وانت مش عارف سبب ايه او برونوفرايتس او سي كي دي ايرلي ستيجز وانت مش قادر تصنفه لسه سي كي دي ولا اي كي اي وهتعمل بايوبسي بي كيرفول لو عيان واخد اسبرين لازم يوقفه قبلها ب 72 ايه 1 ايه 72 اور 1 ايه ماشي كده؟ طب اكتر حاجه اعملها في الكواجوليشن بروفايل عشان اكتشف ان العيان ده وارد ينزل او لا في العمليه. مفيش كونسنسس على حاجه معينه ومفيش جايد لاين لهذا الامر. لكن العرف اللي هنعرفه ان هو البليدنج تايب واحنا كنا بنفتكرها حتى واحنا اندر جراديوت البليدنج اولها ايه؟ بي وان كانت ديت بالبلدي يعني بي خفيفه ودي كانت تقيله بس عشان البليدنج. اوكي؟ يبقى البليدنج بروبلم هتسمع في مين؟ في البليدنج تايب. اوكي؟ يبقى لازم اعمل بليدنج تايب قبليه. طب لو العيان بقى سوري بيخرخر او بينزف ولا في هاي سبيس وعاوز اعمل عمليه بقى امرجنسي اوبريشن. اول حاجه اعمله انتنس دايلس عشان اقلل ايه؟ البليدنج تكنس لان هي اللي هي يعني المشكله كانت منين؟ من اليوريمال توكسنز اللي موجوده. مش هندخل في المسميات اللي بتؤدي الى الكلام من ده بس اليوريمال توكسنز لو قدرت اشيل اليوريمال توكسنز ديت بانتنس دايلسس خير وبركه هتساعدني الى حد كبير تقليل الايه؟ البليدنج تكنس. فبين قوسين طبعا مش هيبقى هيبر فري
نمره 2 الدي دي اي في بي اللي هو الديسمورسين اوكي اللي هو المينيرين في السوق. هل الجرعه دي 3 من 10 مايكرو جرام بر كي جي اي في وان اور بيفور سيرجري قريبا بتستخدم في المايكرو سيرجري ازاي؟ هيخلع سنه او تحفظوا الرقم ده كام؟ 0.3 مللي جرام بر كي جي يعني في رقم 3 او 3 من 10 مللي جرام بر مايكرو جرام سوري بر كي جي اوكي وان اور بيفور سيرجري. هحلها في 300 سي سي سلاين. انا عاوز افكرك بالثلاثات بس هحلها هي طبعا مش قران ان انا هحلها في 300 بس انا هفكرك هحلها في 300 سي سي سلاين وهديها على المدى 30 مينتس اللي هي 30 ايه؟ دقيقه. يبقى 30 دقيقه 300 سم سلاين و3 من 10 مايكرو جرام بير بيركشي اوكي؟ دي هتقلل لك البليدنج تندنسي عند عيانك خلال سنه او ماينور اوبريشن. بس دي كيف من حاجه ما تعولش عليها جامد قوي وتعيدها مره واثنين وتعتبر ده الامير الانتقام اللي هيحل لك كل المشاكل. لا، لان بعد حقنا مره او اثنين او ثلاثه بيحصل له تاكي فلاكسس. تاكي فلاكسس برضه فرمه من 70 سنه اللي هو الايه؟ راجل الاكوار توكس. يعني بعد شويه الدواء ده مش هيشتغل لو كررته مره واثنين وثلاثه مش هيشتغل زي مره اولانيه يعني. فهمت قصدي ايه؟ في الدومين ده. احيانا بيدوا كرادو سيتيت او كونجنتد استروجين والحل اللي في ايدنا ساعات بنديه لو العيان بقى مساعدك والهيموجلوبين 7 ولا حاجه فتضرب عنصرين بحجر تديله باد ار بي سيز ترفع لك الهيموجلوبين اوكي. وفي نفس الوقت ان انت معوم الانيميا دي معومه البليتلت بعيد عن الوول بتاع الفيزن مش بتخلي البليتين يجاوب بسرعه. اما انت تعالج الهيماتوكريت هتقرب البليتلت من البلاد فيزن وول فبتخلي لك البليت تندنس ايه؟ يقل. فما تصلح الانيميا الى حد كبير هيقلل لك البليت تندنس في عيانك. الانيميا مشكلتها عندنا مش هندخل في تفاصيلها كتير انتوا عارفينها. طب ازاي اصلح العيان هيدخل اوبريشن وهو انيميك سي هيموجلوبين 8 او 7 لو هيموجلوبين واقع قوي والسيمتوماتايزنج اوكي فهل يبقى ترانسفوجن مستحسن بلاد ار بي سي مستحسن ايه التالتة؟ مش مستحسن يفضل بقوه مش ان ياخد على سين. انا بتكلم لو هتدي بلاد ترانسفوجن ياخده على سين لسببين عشان تبعد عن هايبركاليميا والهايبر بولين اوكي يعني عيال غسيل ياخد دمه على غسيل يفضل انا بقول يفضل بنسبه 99% لكن احيانا ظروف بتضطر تبدا على غير غسيل ماهيش يعني قانون بس لو في ايدك يفضل على الغسيل افضل. طيب مفيش العيال انت عاوز لسه يعمل عمليه بعد خلال 6 اشهر او 3 4 اشهر بلاد انت ممكن تبتدي زيه زي اي عيان ريسروبوتين والتريبليتش ايرن ستورز الاول لانك لما تدي ريسروبوتين كانك بتجيب فلوس في الشارع في الهواء لو ما كانش الايرن ستورز موجود يعني انت بتقول لي اخبز عيش ومفيش دقيق اوكي يبقى لازم الرو ماتيريال اللي هشتغل عليها اللي هو مين؟ الايرن بدي الايرن بعد ما بعمل ايرن فاير واشتغل عليه بالريسو ايه؟ بوتين. طب الانتي بيوتيك بروفلاكسس هل في حاجه في عيانين كاتة معينه ان لازم انتي بيوتيك بروفلاكسس؟ العيان اللي زرع جرافت عارفين ايه في جرافت؟ في شفتوا اكيد بعض العيانين ماشي؟ العيان اللي فور ست اشهر بياخد انتي بيوتيك بروفلاكسس ليه؟ سيمبلي سبيكينج كده على هيحصل بعد شويه اكسلايزيشن اوكي؟ تاخد ده ست شهور العمليه دي والبكتيريا هتنام فوق تحت الايه؟ تحت الاكسلجين اللي هيحصل ده. فلو في خلال ست شهور الاولين وهيعمل اوبريشن بالذات انا اخشى لو يجيله اندوكاردايتس بعد كده او بسبب الجراف ده فلازم ادي انتيبيوتيك ايه؟ بروفلاكس بالذات لو في اول ست اشهر من عيان زارع ايه؟ جراف اوكي؟ قبل الاكسلجين ما يحصل. ليه ست اشهر ديت؟ عشان قبل ما الاكسلجين يحصل. لو حصل الاكسلجين خلاص القصه مش مشكله. لكن في الفتره اللي هي الاولانيه ديت يخشى من هذا لابد ان انت تدي انتي بيوتيك بروفلاكس قبل العمليه بكام؟ قد ايه قبل العمليه؟ بري اوبريتيف يعني سي 1 داي وتستمر ماكسيمم من 3 ل 4 ويك بليز بعد العمليه. مفيش رولز معينه اوكي؟ بس ما بين قوسين ادي نان نيفروتوكسيك ميديكيشن او انتي بيوتيكس دي نمره واحد. ونمره اثنين عيان بيغسل وفول شهر شهرين ثلاثه اربعه في غسيل خصوصا ان هو بيقول احنا لسه جرافت جديد وبتاع وغالبا في بدايه الغسيل غالبا في بدايه الغسيل ده بيبقى في حاجه اسمها ستيك حاجه اسمها ريزيد ورينا ايه؟
فانكشن اللي هو العيال حتى بيقول لك انا بجيب بول لسه دكتور وبتاع مش عارف وانت غسلت له امتى؟ انت غسلت له اقل من 15 يعني عنده 14 او 12 او 7 ملل بالمتر شيء فار لسه يعني في جزء شغال ابرق من الغسيل اللي انت بتعمله. احنا ما شاء الله هو الدايس بعد شويه بيزيد الهيمو البروتينات بيحافظ شويه اكتر الهيمو بعد سنه ولا بتاع بيخلص على شويه الريزوريال فانكشن طبيعي مع الواحد. حتى هو اللي يقول لك ايه بعد خمس ست اشهر كده يا دكتور الريش بيبو تقوم تقول له ما خلاص انا هشيل المكنه. لا هو مش عارف نشيل المكنه انا خلصنا لك على الباقي حاجه وماشي ماشي. فانا من عجيبه بجنتا مايسن لا خالص بالذات في البدايه حتى لو في الوقت متاخر ما ينفعش لان ما انت هتاخد الاوتوكسيست بتاع الجنتا مايسن يبقى لابد تعمل له ري ادجستمنت تدوس لو انت مزنوق قوي امام الجلوكوزايد وطالع القرش وكده اوكي او ابعد عن الشر ولا تيجي تقول ودي نوت في توكسيك ميديكيشن اوكي. هندي البروفلاكتيك للناس الجرافت بس ولا جرافت زي ايه في السلاح؟ الجرافت بس الجرافت بس ايه في السلاح؟ اوكي؟ الايفاليوشن اوف كارديا بريسك احنا قلنا هنعمل بيس باين اي سي جي والعيانين بتوعنا معظمهم هايبر تنسيف وفوليوم كاردود و و و عندهم جرام بيحصل لهم سام سورت اوف ديستوريك ديسفانكشن و فغالبا مش هتقدر تعمل لهم ديسبيس كاس. فالحل ان انت او اللي هو الايه بيسموها تريدميل يعني الحل ان انت تعمل له عشان تتكت اذا كان عنده كورونا ارت ديز ولا لا تحوله على الكارديوجيست يعمل لك ما يسمى الكيميتريكس ايه او الدوبيوتامين اسف ستريس تيست اوكي. الدوبيوتامين ستريس تيست هي ان ماسك اذا كان في كورونا ارت ديز من غير ما يلزم مجهود العيان هيعمله اوكي. طبعا هتعمل ايه كارديوجرافي في عيان انت بيس باين ده هو العيان ايه زاد اولد ايدج وهايبر تنس على اللونج بقى له فتره طويله او بقى له انا عندي السلايدز دي عشان الوقت. الهايبر تنشن من الحاجات المهمه بالذات البري والانتر اوبر في هايبر تنشن ايه الكومنت في عيان اس بي دي اوكي. هتدخله على ضغط كام؟ ما يزيدش قدر الامكان عن 140 ايه؟ 90 في عيان اوكي. طب هعمل ايه في الضغط؟ يعني انا بياخد ضغط ويعمل ابدومينال اوبريشن وانا هو فاستنج فبعمل ايه؟ الاورال ايجنت كان نوت بي جيفن اي في لو هي بتاخد اي في هتعمل اي في الفتره اللي هي ان بي او اللي هو ما بياخدش احجار قد الفم يعني. طب لو هو ما فيش منها اي في هتدي له حاجه زي المسائل دول او الكلوندين وللاسف مش متوفر عندنا الكلوندين اللي هو الترانس ديرما يعني في بعض الكاتريز اللي هو موجود ان زي لزقه النيتروجين دي بتتلزق وتقعد 1 ويك حتى ايه مش عيان كان عيان تخش عمليه ولا بتاع يعني كوريدين او كاتابريس ده اللي هو كان هو الدواء دي مش جديد يعني في منه ترانس ديرمال فورم انه ممكن يتاخد تحط اللزقه دي تقعد اسبوع كامل والعيان يعني تزودها الكومبلاينس بتاع العيان وما تعملكش مشاكل. طيب لو انت الليست دايريتكس ار بينج يوزد فور فوليوم مانجمنت زي كونجست هارت فيلير والفوتوكس بروم في عيان مش شرط يكون انت ستيشن انا بتكلم كسي دي بيشن والسي دي دي زي شود بي كونتين اس كونتين من يومين لثلاثه قبل العمليه عشان ما تدخلش العيان في هايبو فوليوم ماشي يا شباب؟ ان انا ايه ما اديش دايريتكس امنعها عنه قبلها بيومين ثلاثه لو العيان مش اكستريم ايه نيد ليها زي عيان كونجست هارت فيلير او بيكيرفول من حاجه من الابراج الوزرال وفلان استرويد والانتي ستامينكس والديكونجستا ممكن تعمل لك ريباوند ايه؟ هايبر تنشن. ويا ريت من الاول قال لي انام استرويد ولا الكلام ده في عيننا انام مشاكلها اكثر من نفعها في عيننا. از ماتش از يو كان قللوا ما يسمى الاناتروجينيزس. احنا بنيجي نكحلها يعني ايه؟ الانالجيزي ميبريدين ده اللي هو الايه؟ البيسيدين. عارفينه ولا بعد طبعا؟ ماشي مش عارفينه انت بتاخده يعني لا عارفينه كمان في البدايه امتياز وكنت تروح براحه ومعروف البي سي دي كان ناركوتيك انالجيزا تو بي افويدد امبوسيبل في الهيد ديسيجن ديزيز ما تدهوش كبوست اوبرتيف افرض العيان الاكستريم نيد ان انا عاوز اعمل له سترونج انالجيزا ده بوست اوبرتيف وفي جاك وفي الم مسلوك ما عندهاش غيره ادي هاف ذا دوز لو هو الجراح قايل لك بي سي دي 50 مللي جرام انا هقول له بعد اذنك 25 فهمت قصدي ايه؟ بي سي دي 100 هخليهم 50 يعني هعمل هاف بالدوز ليه؟ لان البي سي دي ده عيبه في عيالنا احنا هو بيتحول طبيعي الميتابوليزم بتاعه الانترميديت الميتابوليزم بتاعه اللي بيسمى نور
ميموري دي. عارفين نور يعني ايه كيمستري؟ باكستري نور يعني ماينس اتش 3 يعني بغض النظر. نور ميموري دي ده لا كونفرز شيك يعني ماده بتزود حدوث الايه كونفرز يعني العالم ممكن تحت لو كتبت جرعه كامله من الانسولين بوست اوبرتيف يخش في ايه كونفرز، ولو كان فاق ممكن يخش في ادليه ما انت عارف كده. لكن الدليه بتقول ممكن متخدر مش ولا هو مش متخدر هو بسبب الانسولين اللي اتاخد فول دوز ودخل في كونفرز بسبب الانسولين. اوكي؟ لان انت اديته فول دوز. طب اعمل ايه؟ انا عاوز اديله سترونج انفيز يا اما هاف دوز لو اكل يا اما اديله فنتانيل. اوكي كبديل ممكن تدي سمول دوز عارف اللي بيضرب ويجري هي تضرب كده سمول دوز من الاسترويد الانتي انفلاماتوري لو مفيش مشكله. او الفنتانيل زي ما قلنا او ايفن الباراسيتامول لو ايه لو مايل بيه. طيب اخر حاجه بقى في الموضوع بتاعنا لو عيان عامل زرع كده وهيتقطع العمليه اخرى وجاب هيعمل تعمل كل سيستمتوم فالجراح قال لك العيان ده عنده كده مجموعه وانا خايف عليه او الدكتور يعني اخلي بالي من ايه؟ النقط اللي جايه بالظبط. اول حاجه بنديلك ايه؟ الفاليبريشن. تاني حاجه لوس اوف نان نيفروتوكسيك انتي بيوتيك بروفلاكتيك انتي بيوتيكس. ده النوع الثاني اللي هياخد بروفلاكسيك. جه في كالسيوم يورين انهبيتور عارفين هو ايه الكالسيوم يورين انهبيتور؟ اللي هم لا اما السايكوس جرين او الايه؟ البروجراف اللي هو التكرونس اللي هو الاف كي او التكرونس. بيموس هو البوسيت. موديفاي اي في سايكوس جرين دوز حسب ايه هو السيستم. لو انا مزنوق انا عاوز ادي دايما الاي في دوز من السايكوس جرين تلت الاورال ايه؟ دوز يعني لو هو بياخد 100 هياخد تلتها اي في. اوكي؟ بروفايد بيري اوبرتيف سترويد كفرج. سترويد ليه؟ عشان الامون سبريشن كان هو بياخد سترويد فبديله سترويد كفرج؟ لا هو ماشي على سترويد بقاله فتره زيه زي عيال كروك الازمه زي ستريس. والسيرش دي تعتبر ايه؟ ستريس زي ما انت قلت. فانا اخشى اللي هيحصل لك السوليوم ايه؟ برايس او ادرينال اكيوت ادرينال فيلج فتديله هو السوليوم بورتيف. اوكي؟ تبتدي ب 100 ثلاث مرات في اليوم كل 8 ساعات تديله 100 وبعدين بعد ثاني يوم تديله 50 وثالث يوم 25 وتوقف خلاص. طيب الادجنكت ايمونو سبريشن الاساسي في ايمونو سبريشن هو السايكل والايه؟ او الكالسيوم انهبيتورز. الاساس هيبقى ايه؟ او اف وات ايفر الاف ام اف او الاسترويد يعتبر ادجنكت ايمونو سبريشن. ممكن انا اصبر عليه يوم واثنين وثلاثه من غير ما ياخدها. الدنيا مش هتنهج مش هيحصل ريجكشن. طالما بديله الاساسي. افويد ميثو توكسيك انتيبيوتيك اند انالجيسيس زي ما احنا قلنا. مونيتور جرافيك فانكشن اند بلازما بوتاسيوم اند اسيد بيس ستيتس. خلي بالكم الانتيبيوتكس ادجستمنت في عيانات طبعا قلنا كونفرجنس والبنسلين وكلام من ده. الكنيلوز ممكن تعمل لك كونفرجنس في عيان ممكن تعمل لك دليريوم. يعني لو اديت السيرو بالفول دوز في عيان انتيستيشن ديزيز ممكن يخش في دليريوم او كونفرجن. السقف بتاعك في الاورال سيرو ديلي 500 في الاي بي سيرو 400 اللي هي نص الدوز بتاع الواحد الايه؟ اللي ما عندوش يوريا. تيجي لبعض السيرف جنريشن كفرز فور الفلاجين احيانا بيخلك العيان في كونفرجنس او في ليبيا. العيان بتاع الستيج. فلا تستعجل بهذا يعني. مونيتور جرافت فانكشن اند بلازما بوتاسيوم اند اسيد ستيتس. واخر حاجه توقع ان الوند هيلينج هيبقى قليل عشان يكونوا سبريشن بالذات السترويد اللي بياخده. دي المحاليل اللي ممكن ياخدها بقى ايه؟ انترا اوبرتيف اي في فلويدز. لو مينيمال تروما يقول لك 4 ملل بير كي جي بير اور. لو مودريت تروما من 6 ل 8. سيفير تروما من 10 ل 15. اوكي؟ طب نوعيه المحاليل اللي هياخدها ايه؟ انتر اوبرتيف. سوديوم لاكتيت والاذر بالاس سولت سوليوشنز از لارج فوليوم اوف نورمال سلاين. برضه خلي بالك من حاجه السلاين ما هوش يعني اله ما هوش حاجه حلوه دايما. السلاين مشكلته لو اديت كميه كبيره قوي منه يعمل لك ايه؟ هو سوديوم هو عباره عن اسمه سوديوم ايه؟ طب الحته بتاعت الاوراق دي هتعمل لك ايه؟ هايبر كلوريمت ميتابوليك اسيدوز احيانا فبي كيرفول يعني ما تفتحش ايدك قوي معاها. ده البوست اوبرتيف اي في فلويدز مش هندخل فيها خلاص. المسج اللي عاوزين نقوله لو انت مانج عيان سي تي دي لو انت تقول لها اسيست ان هو يمينيمايز الريسك البيري اوبرتيف كومبليكيشن. اه العيان بتاعنا ده البالغ ده سوري فالنربل المشكله اه فالنربل زيه زي ايه العيان ايه ماني وريمك. ده هيستدعي كيرفول بيشنت اسسمنت وايفورت تو موديفاي ايدنتيفايبل ريسك فاكتور فور اكزامبل زي ما قلنا الهايبركاليميا البريد الهايبوجلايسيميا العلاج بتاع الدكتور هاني بيه
وعيب الهايبوغلايسيميا مش هايبوغلايسيميا بس، هي ممكن تعمل لك بيرمننت نيوتريشنال ديفيسيت او تعمل لك ريباور او سوري ريفليكت هايبرتنشن. يعني هي الهايبوغلايسيميا تعمل لك هايبرتنشن، وممكن تحصل لك انت اوبرتيف هو قاعد متخدر وانت مش داري حصل هايبوغلايسيميا تدخله في ايه؟ هايبرتنشن. فلا بد تقول للانسيست افويد هايبوغلايسيميا. الانيميا زي ما قلنا هايبرتنشن كارديوفاسكولار ديزيز عشان نحسن ايه البيشنت اوت كام. اكتر سببين بيخلوا العالم بتاعنا يموت في العالم الحاجات دي قلنا الانيميا ايوه والسبسس. الانسيست يخلي باله وعينه بليز على الفيستولا. الفيستولا دي لايف لاين يا جماعه، لايف لاين. ما يرميش دراع العيان كده لمده 6 ساعات عمليه ومضغوط عليها وكذا ويقعد يقيس الضغط من ناحيتها ويدي اي فلويدز منها. لا نفر، قول له طبطب لي على العمليه، ما تجيش ناحيه الدراع خالص، حافظ لي على الفيستولا. بمعنى اخر بليز بريزيرف الايه الفيستولا. ما بين قوسين ما تديش اي اي فلويدز في ناحيتها، مفيش قياس ضغط من ناحيتها، وما تخليش الارم ده متعرض للبريشر فتره طويله لان ممكن ايه يطلع من العمليه زي الفل وكل حاجه والفيسترا ضاعت بتاعتي. ما تنساش ان الدنيا متلخبطه تروبه، وانا فاكر كلمه من استاذنا الدكتور عاصم الشريف قناه السويس كان بيقول لي كان في كلمه بتعجبه قوي مكتوبه على الدايلسس، يقول لك الدايلسس بيعمل حاجه ما يسمى دايلسس ان فيسيولوجي، يعني بيلخبط لي الفيسيولوجي بتاع العين كله. او بمعنى اخر الدنيا الكترولايت وايز او اسبيز وايز متلخبطه عنها. فيتلخبط لي برضه الفارماكوجينيكس والفارماكوداينامكس بتاع ايه؟ الميديكيشنز اللي هديها، فانا بد اعمل ريادجستمنت لايه؟ للدوز. ومش عيب ابدا ان انا افتح كتاب واشوف التيبل ايه ده يحصل ريادجستمنت، مش عيب. العيب ان انا ادي حاجه غلط اضر عيني وشكرا. بس هاو تو سيف يور جوب دي ما تعملوش زي الناس دي، ماشي؟ اوكي؟ شكرا. اي اسئله يا شباب؟ الانتيبيوتكس. شوف انت خايف من ايه؟ ما هو السؤال من بابا بتاع العمليه خايف تحطها فيها جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف؟ اوكي؟ ده تعتمد يعني لو جي اي اوبريشن ولا حاجه اورال تعملها. لو اورال مثلا اوبريشن هتخاف من الستاتيك، ادي حاجه انت ستاتيك زي البانكومايسين او الحاجات اللي هي انتي ستاف زي الاكسسوار الجديده مش هتكون فيها، بس خلينا في الايه؟ في فانكومايسيس. بس يو شود ادجست ايه؟ الدوز. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو انت تشتغل على جرام اشتغل حتى ايه بالسيرت جينيريك سيرت جينيريك كفالت بورد. واكتر سيرت جينيريك كفالت بورد بعيدا عن اللايف لاينز العالميه بتاعت بنتكلم براكتيكال كويس. اللي ما بيحسش بيه ادجست انت الدوز ولا بتاع انت سيفتي اللي هو الروس فيرست. ما بيحسش ضبط جرعه ما تخافش من الروس فيرست. اوكي؟ اتزنقت بقى في كالتشر طلعها لك انت مايسن او كلام من ده، تكتب تقدر تكتب ماكرو ليدز او تكتب بولز، بس يو شود فري ادجستد ايه؟ الدوز. ولو عندك معمل بيطلع لك الليفل وده مش متوافر عشان يكون صحيح كتير اللي لم يكن قليل خالص يعني فمش هيحصل. بس انا بكلمك ساينتفكال وايز يفضل ان انت ايه تقيس الليفل بلاد ليفل، لكن لابد تشتغل ايه الدوز لو انت اتزنقت. عاوز تغمض دي زي ما بقول لك تدي حاجه انت ستاف او عيان هيبقى جرام بوزيتيف او لو جرام نيجاتيف هتدي ايه؟ سيفتي ريكسون. اوكي؟ اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ بالنسبه للريسك بالنسبه للريشر ممكن يختار يعملوا ريد كونتراست، في اي حاجه ممكن اعملها قبلها او السي كي دي كام؟ هو الناس اللي شوف حضرتك لو سي بي دي بيشنت اوريدي سي بي 5 يعني وعلى الدايلسيس تعتمد اولا انت خايف من ريدك كونتراست ليه؟ خايف انا اتقابلت نفروباسي مني وان كانت ممكن تعمل لك سي ان اس بروبلمز بس مينلي على النفروباسي. لو ايرلي في الدايلسيس انت خايف على سي دبليو ان فانكشن طبعا اللي هو بقيه لسه، فيفضل ان انت تعملي ايه؟ تبعدي عن الريدك كونتراست. لو في موداليتي ثانيه ايمجنج موداليتي ثانيه ما فيهاش حق اوكي. طيب لو مفيش الا عيان مضطر هتحاول تاخد البريكوشنز بتاعتك هتخليه مور ليس على ويل هايدريتد. دي نمره واحد عشان تحافظي على شويه الايه؟ الريزو ريان فانكشن عشان هو لسه في الجيب دول ما تدخلوش في هايبر فوليميا سورس. نمره اثنين بيدوا احيانا ان استايل ايه؟ سيستين.
اللي هو بيسمى البيكو ماسك السوق 600 قبل عيام قبل الاكسبوجر بيوم 600 الصبح 600 في الليل يعني كبسولتين الصبح او تقدر ما اعرفش في السوق كام هنا واخر وتاني يوم نفس الكوره يعني 1200 النهارده و1200 ايه بكره ده طبعا البريكوشنز اللي انت خايفه منها دي اكتر بتبقى في العيان اللي هم الايرلي سي كي دي سي مثلا سي كي دي 2 او 3 ده اللي بتبقى ماسك قلبك وتستخدمي قدر الامكان الايزو اوزمر او النون ايونيك ايه او اللو اوزمر اسف ويستحسن يقال ان الايزو اوزمر افضل واحد يقال هذا اوكي الاي فلويدز سي هو سي كي دي 2 مثلا ولسه ستيل بيجيب يورين كويس ومش هيتعرض لاي بروبليميا تدي 1 مللي لتر بيركشين بالاول سلايد قبل الاوبريشن قبل الكونتراست 12 ساعه وبعد 12 ساعه اوكي طب لو عامل هارت فيلير هتنقص النص هتبقى نص مللي لتر بيركشين بالاول لو حسبتيها رف العيان وزنه 100 كيلو هتلاقي حوالي 2400 سي سي في اليوم يعني حوالي لترين ونص نص الاورال فيرسس الاي في مفيش حد قال ده احسن من ده بس هو ميزه الاي في ان هو الكومبلاينس بس ان انا اضمن العيان هياخد لكن لو عيان كومبلاينس هديها له اوكي بالذات لو عنده ريسك فاكتور بقى واسوء ريسك فاكتور يخش في التراس الفرص ان هو يكون عنده رينال امبيرمنت او رينال ديسفانكشن بلس بقى الدايابيتس والمالتو مايلوما والمايلوزيس والدايجريت بيشنت والالدر او اللي اتعرض للاكسبوجر من اسبوع او اسبوعين عمل كونتراست لسه كل او السيفير دايجريشن زي ما قلنا ده كله ممكن يدخل عيان في ايه؟ كونتراست اعلى لكن انا عارف ان انت لو مش هتبكي قوي على العيان بتاع السكي دي 5 قال مش هو ده اللي يعني انت خايفه منه هو السؤال تعملي دايلس للعيان ده ولا لا؟ لو عيان عنده كريتين اثنين او ثلاثه ويعمل اعمل له ايميديتلي بعد ال هتلاقي الكاردولوجيست يقول لك اعمل كده هو بيعمل قسطره واغسل لنا ظبط لنا جدول العيان ده عشان تغسله قلنا على طول ايه بعد بعد القسطره عشان هيحمل الكونتراست لو كلمت علم ملوش اي قيمه لان الحدث بيحدث في اول دقيقه وانت بتحقن الكونتراست لو القدر لا يحدث رغم ان ايه؟ ان تعريف الكونتراست الفرصي ان الكرياتين يرتفع من 24 ل 72 ساعه بعد الموضوع يعني سبع في كرياتين بعدين لكن الحدث نفسه كباص السولوجي بيحصل ايميديتلي هو العيان على الترابيزه بيعمل ايه كونتراست فمش هينفع ده بس هنشيل السبب بس اللي حصل ايه؟ حصل عاوز تشيلها بقى لغرض اخر عشان ما تجيبوش على سي ان اس روبرز على اي معرض لكن شيلها ما بيقللش الكونتراست ايه نفروز كلب الغسيل يعني فالغسيل ملوش قيمه لكن هكذا كان هيبقى ورايا في عالم تغسيل ماشي خلاص هقول له ايه هتخلي معاك تغسيل طول الليل وفي الاخر هتغسيل اوكي شكرا شكرا